هي فلسفي اتمري عجبها بشاعر طل من جبهة عجبها مش بالنار وسلاح الخطية الطبيعة من كلمتي زايد عجبها تعيا موهبي اتمري عجبها بشاعر طل من جبهة عجبها مش بالنار وسلاح الخطية الطبيعة من كلمتي زايد عجبها الشعر بستان زهراته ندية بروح العم تلاقي عطلبها كل روح لها لونه مسي العجب عماد لروحي ما عجبها شو هالسبع البرنبل بالحمية هجم على الضحية بالقلب قلبها أكلها وعاد عدى عن بطية بغريزي عم تزنجر من غضبها وأنا شاعر عم تنقط شاعري مثل تركي عم ينقط عنبها بجوع المال جوع الحب في القصيد الخالدي جوعي سببها علاء بيشرب دموعه السخية الضحية لا أكلها ولا شربها وقبل ما البحر يجني على الضحية غطس بالقلب تمنه وسحبها وتنسمع للقصب نغمي سجية وموسيقى روحنا تشتشد عصبها انزلت بالقصب على القصب نزلي عاطفية ومثل ما المقصب بينزل قصبها ومثل بريق ورويته بيدي عشفي للجمر غطيت لهبها ومثل نهب صدر امي الوفيه نزل عالطفل تأمه سلبها انا البلبل انا البلبل عحيطان القوي الاجا العمار عمرها ونصبها نزلت بالقلب عراسي شوي انا جلستها وعماد وربها انا البلبل عحيطان القوي الاجا العمار عمرها ونصبها نزلت بالقلب عراسي شوي اجا عماد انا جلستها واجا عماد وربها انا بحب الفواكه المستوية بغصون اللي عم تصلي للوهبها اذا بالقلب ما نزلت غنية يا خجلة نار نبلهبة حطبها انا الحلقة انا الحلقة بسلسال الصبية نزلت بالقلب حرقصت الخطبها وحلى بلادي بشلالات مي القدر بالقلب عالوادي سكبها واصابيعك بالادب نزلوا سوية عريشي للادب غطيت ادبها القلم كاتب حروف الابجدية ولو ما بالقلب ينزل عراس وظروف الابجدية ما كتبها